يقول في اثنين ولد وبنت في علاقة وصار فيها تجاوزات وصلت إلى الزنا، وهما الآن مخطوبان وما زالوا في هذا التجاوز، فما حكمهما؟ لا شك حرام، هذه من كبائر الذنوب والعياذ بالله، هذه من كبائر الذنوب، وعليهم أن يتوبا إلى الله تبارك وتعالى من هذه العلاقة المحرمة. وواحد يخاف لو مات الحين يعني قبل ما يتم الزواج، يعني شلون تلاقون الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله؟ لا، عليهم أن يقلع مباشرة عن هذا الأمر ويستغفر الله ويتوب إليه وينطرح بين يديه سبحانه وتعالى من التوبة والندم الذي وقعه.